أهلا بكم مشاهدينا في فقرة مؤثرون، وهذه الفقرة يعني تسلط الضوء على المؤثرين والشباب الناجحين وما لديهم أفكار إبداعية. هذه المرة سنستضيف في هذه الفقرة المهندسة الزراعية لوجين عبد الإله، مهندسة تدرس مستوى ثالث بكلية الزراعة في جامعة صنعاء قسم الإنتاج الحيواني. حولت سطح منزلها إلى مزرعة منتجة للأغنام والدجاج. لوجين ما تزال على مقاعد الدراسة، ولكن اجتهادها وحبها لتخصصها جعلها توجه جل اهتمامها للتطبيق العملي. يعني هي مهندسة زراعية متمكنة، كيف جاءت فكرة إنشاء مزرعة على سطح المنزل وإلى ماذا تطمح؟ تساؤلات كثيرة ستجيب عنها ضيفتنا المهندسة لوجين عبد الإله. أهلا بك يا لوجين، صباحك خير. صباح الخير، أهلا. يا أهلا وسهلا، سعداء بأن تكوني معنا لوجين. وأنا أسعد. طيب يعني لوجين، أول من يشاهدنا يعني أول ما يسمع مصطلح مهندسة زراعية منتجة أو تدرس في قسم الإنتاج الحيواني سيتبادر إلى الذهن مباشرة ما هي الهندسة الزراعية وما هو الإنتاج الحيواني، يعني بشكل مبسط وسريع للمشاهد. الإنتاج الحيواني يهتم بالثروة الحيوانية مثل الدجاج اللاحم والدجاج البياض وتربية وتسمين الأغنام وتربية الأبقار والغزلان، النعام. نعم. مزارع الأسماك. نعم. طيب يعني أنت يعني واضح من فكرة الإنشاء المشروع أنك شابة طموحة مجتهدة، ويعني بحسب دراسات تقول أن 20% ممن يدرسون مجالات معينة لا يعملون أو هم من يعملون فيها، 80% المتبقيون لا يعملون في المجالات التي درسوها. سؤالي هو يعني كيف جاءت لك فكرة إنشاء هذا المشروع؟ أولا لتدهور الثروة الحيوانية في اليمن، بدأ الدجاج البلدي يتدهور، الناس خلاص بدأوا يستغنوا عنه، وتربية الأغنام اقتصرت فقط على الريف، يعني أصحاب المدينة ما عاد ينفعش يربوا. صحيح. فبدأ يقل، تقل السلالة اليمنية، وهي أجود أنواع السلالة وأجود أنواع المذاق. نعم. جميل. طيب يعني لماذا سطح المنزل تحديدا؟ يعني ليش مش حوش مثلا؟ ليش مش مزرعة بجانب البيت؟ لماذا سطح المنزل؟ لأن كانت المساحة أوسع من الحوش، وأيضا كانت أقرب مني للبيت، وأنا حبيت إني تكون تجربة عندي عشان أول ما نفتح يعني مشروع كبير لي أو للدولة أو للناس اللي يحبوا يستثمروا. نعم. أكون قد عندي خبرة. نعم. يعني جميل. خبرة عن دراسة علمية. جميل. طيب ردات فعل الأهل والأصدقاء حول يعني فكرة إنشاء مشروع مزرعة على السطح؟ كانت ردة فعلهم في البداية يستغربون إنه ليش في السطح؟ يعني هم يحتاجين تراب، يحتاجين يعني كان في تساؤلات ليش ما عملش مزرعة؟ أولاً أنا عدنا طالبة. نعم. ما أقدرش إني أفتح مزرعة كبيرة. بدأت مزرعة صغيرة يعني كنموذج. نعم. يعني هل كنت في البداية مهتمة أصلاً بالإنتاج الحيواني قبل أن تدخلي إلى الكلية؟ ايوه كانت عندي رغبة في يعني انا احب تربية الحيوان من وانا صغيرة. نعم. ويعني دراستك كيف افادتك في موضوع الانتاج الحيواني؟ افادتني كثير من حيث التقنيات الحديثة في تربية الاغنام والدجاج. نعم. انه يحتاجن اضاءة، يحتاجن وقاية، يحتاجن تلقيحات، ما هي الطريقة الصحيحة في الغذاء، يعني في طريقة التسمين، لأنها عبارة عن حبوب طبيعية مثل الذرة الشامية والنخالة والسمسم. نعم. يعني الخلط بيكون بنسب معينة، يعني على أساس علمية مدروسة. نعم. يعني إيش هي الأقسام اللي موجودة على السطح؟ إيش تربي على السطح؟ أغنام وماعز وأرانب ودجاج بلدي ودجاج بياض. نعم.
يعني هل هذا المشروع اصلا يعني للخبره فقط ولا ايضا لجني الارباح؟ الجمع الارباح يعتبر مشروع استثماري، نعم، وفي نفس الوقت خبره، اكتسب الخبره، وعلى اساس اننا بنطبق دراستي في الكليه. نعم، يعني كيف هي الارباح؟ هل عائدها جيد؟ نعم، عائدها ممتاز. بالنسبه للاغنام بيكون عائدها كبير، اما بالنسبه للبيضه الخارجي ما بيكونش جودته مثل جوده البلدي، البلدي بيكون افضل. جميل. يعني هو المزرعة موجودة على السطح، وكيف تبيعين الماعز؟ هل تذهبين مثلا بها إلى الأسواق؟ لا، بيتواصلوا معي عن طريق التواصل الاجتماعي أو عن طريق الرقمي، وبعدين أقول لهم الوزن، نعم، 30 كيلو بسعر كذا، وأنزله يبتاع، يعني نعم، على أساس أنا ما أخذهمش بالسوق. يعني أصبح الآن تقريبا كافة المجالات التجارية ممكن البيع من خلال الإنترنت، حتى وصلت إلى موضوع يعني مزارع ودجاج وماعز. طيب لوجين، يعني ما هو الجديد الذي من الممكن أن تضيفيه أنت لموضوع الإنتاج الحيواني في اليمن؟ بالنسبة للتقنيات الحديثة، إضافة المكعبات العلفية والملحية، تكون مكعب يعني يكون للعق، الحيوان يلعق عليه نعم علشان يعكس القراضيس والمشمعات والمسامير، يعني هي كل أي شيء. نعم عنده نقص فيتامينات وعنده نقص أملاح، فبنعوضه بهذه المكعبات، وأيضا بنعمل لها تحسين أو الوقاية ضد الطفيليات الداخلية والخارجية مثل الديدان الشريطية والقم والقرى. نعم. طيب تقييمك بتكون لل دورية. اه تقييمك لموضوع الإنتاج الحيواني في اليمن عموما، كيف ترينه؟ بدأ يتدهور بشكل كبير، بدأوا يستوردوا من الخارج كل شيء، اللحوم، البيض، الدجاج، يعني الثروة الحيوية في اليمن تدهورت بشكل كبير، والمزارع اللي في الريف يعني بيقول أنا إيش فايدة هربي وما حد بيشتري مني أو ما حد بيشجع المنتج، يعني بده يشتري من الخارج أرخص وأسهل، رغم أنه مش صحي ولا مفيد مثل المنتج اليمني. نعم، بس كيف أرخص؟ يعني وهو ربما يتحمل تكاليف الإيصال، تكاليف الشحن، كيف يصبح أرخص من المنتج اليمني؟ بيكون أرخص لأنه هو مكوناته بتكون رخيصة جدا ورديئة، يعني بيدور يعني أصبحت اليمن أحد التجارب، يعني اي شيء يضيفوه على الدجاج هرمونات او علاجات يجربوه اول شيء في اليمن، لان هي دوله ناميه، صحيح. يعني نعم فبيكون المواد رخيصه جدا بيستخدموها للحيوانات. نعم يعني أنت ذكرت أنك مستاءة من هذه التصرفات أيضا، ومن تدهور الإنتاج الحيواني في اليمن، وأنه لا يتم يعني تربية الحيوانات إلا في الريف اليمني. ما هي نصيحتك أيضا؟ هناك يعني أشخاص أصبحوا ينتقلون إلى المدن ويتركون الزراعة ويتركون أيضا الحيوانات، وأنت يعني تفضلين ربما الاهتمام بالحيوانات أفضل من حتى لو مثلا انتقلوا إلى المدن، فكيف ما هي نصيحتك أيضا لهؤلاء؟ نصيحتي انهم يعني كل واحد يفتح مشروعه الخاص افضل من الوظائف اللي تكون ثابته، خاصه انه ما فيش رواتب حاليا، كل واحد يفتح مشروعه الخاص، ومشاريع الانتاج الحيواني بتكون مربحه، خاصه في الدجاج اللاحم وتسمين الاغنام والعجوب. نعم. طيب مشاريعك القادمه ربما بعد مزرعه يعني على السطح، هل ممكن تكبر وتتحول الى مزرعه مثلا تضم عدد اكبر من الحيوانات؟ أيوة، إن شاء الله تكون كبيرة. أنا أطمح في تربية الماعز الهندي والغزلان والنعام، وإن شاء الله يعني بعد ما أتخرج من الجامعة بعد سنة تقريبا أبدأ أفتح مزرعة صغيرة، يعني بدعم من والدي. نعم، إذا كل التوفيق لك لجين المهندسة الزراعية، ولفكرة مشروعك الحقيقة الفريد من نوعه، يعني فكرة مشروع مزرعة فوق السطح، وفكرة ربما لم تخطر على بال أحد، وجميل هذا الاهتمام بمجالك وبتطبيقه حتى ولو كان على سطح المنزل. كل الشكر لك لجين على هذا اللقاء.
كل الشكر لكم، أشكركم، وأنا سعيدة أن أنت استضفتوني في الجنة. والله احنا اسعد ان احنا نسلط الضوء على هذا المشروع الجميل صراحه والرائع والفريد ايضا من نوعه. شكرا جزيلا لك. شكرا.